شاف فراس، خلينا نشوفه بسوم المرشي. بسوم المرشي، بسوم المرشي كالعادة مع رمزي العياري اليوم يظهر لي في حلق الواد. يا صباح الخير. صباح الخير عفيفة، تحية ليك وكل سادة المستمعين. الصوت واضح عفيفة؟ واضح 100% واضح 100%. واضح. قل لي خويا، البارح شكيت لك من الحوت يظهر لي مشيت لنا اليوم الحلق الواد هكا ولا الحلق الواد؟ حلق الواد تعرف الضاحية الشمالية، حابين نشوفوا الأسوام اسكو تقرب شوية للأسواق معناها العاصمة لهنا وسط البلاد، معناها اسكو هي بيدها لا غالية شوية إلى غير ذلك. في الحقيقة الملاحظة العامة على مستوى الأسعار أولا ما فيش إقبال برشا للأمانة، معناها كيما الأسواق الأخرى. يمكن من هنا ساعات أخرى الله أعلم، ولكن الساعات الأولى ربما أنا كنت في حدود تقريبا 9-9 وربع، يعني ما فيش إقبال كبير. هو العادة الناس اللي تحب تقضي تمشي الوقت هذاك هكا ولا بحذايا الشيف، ما فيش إقبال. يعطيك الصحة، ما فيش إقبال كبير دونك، ولكن اون كونتر بارتي ما شاء الله معناها المنتوجات متوفره، كسوا الخضره ولا وقبلها. يعني كنت اشوف الضاحيه الشماليه ما تتميز بيه بصراحه، معناها رمزي الصوت قاعد يقص. مختلفه على مستوى العاصمه. تسمع في عفيف؟ وي توا رجع. اي توا رجع الصوت قاعد ساعات يقص. سي بون هكا؟ سي بون تري بيان. باهي، قلت لي ملي بتتميز به الضاحيه الشماليه الهدوء. فما البال نقولوا نحن واسع شويه، يمكن الخطر نسمه البحر والمحيط اللي يسكنوا فيه يخليهم شويه عندهم ربما يعني وسع المين مقارنه بالبريسيون ربما اللي في العاصمه. دي مش واحد واثنين اللي يحضروا، كي تمشي الضاحيه الشماليه كي ترجع لتونس لهنا لوسط البلاد تلقى ديفيرونس كبير. على كل حال نتمنينا انه تكون الاسعار اخف شويه، ولكن تقريبا متشابه خلينا نقولوا. يعني تقريبا نسوام اذا نقولوا سوم البطاطا تقريبا في حدود الدينار و200 دينار 300، في الطماطم دينار و250، بالنسبه للجلبانه من 2500 حتى 3000، الفلفل كيف تقريبا 2600 حتى 3300، والخضار الورقيه كلها تقريبا 600، بالنسبه للفنيرة دينار و100 وفما ب 900، بالنسبه للغله المدالينا تقريبا في حدود 2500 وفما ب 2800، بالنسبه للبرتقان التومسون دينار و600 وفما بدينار و300، البنان كالعاده تقريبا 5500 و6000 بالنسبه لكل الاسواق، والدجله تتراوح بين 8000 حتى 10000، بالنسبه للدجاج تقريبا في حدود 6000 الكيلو، والسكالوب 14 دينار. بالنسبه للحم العلوش الحم معناها اللحم البقري تقريبا 26527، هذه بالنسبه للخضر والغلال. وبالنسبه للاسماك عملت طله شويه على الاسماك. تعرف عفيفه وانا قاعد نتجول في السوق نتاع الحوت حلق الواد وكاني في دار الحوت، دار الحوت تاع سلامبو. دار الحوت تاع سلامبو تبدا داخل الحوت، تبدا على يمينك وعلى يسارك قدامك، يعني كاينك في دار الحوت بريمون. معروف ما شاء الله مرشي الحوت، علاش قلت لك انت اليوم موجوده هاي؟ اما هات لي الاسعار خويا، هو معروف حتى في الاسعار اقل حقيقه في حلق الواد اقل شوي. بون بالنسبه للسردينه في حدود 5800، بالنسبه للتريليا الحمراء في حدود 34 دينار، القاروس في حدود 17 دينار، الشورو في حدود 7500، وفما حتى ب 8000. اللي تميز به حلق الواد واللي متساكنين حلق الواد والضاحيه الشماليه هو بون ما نجموش نقولوا كيما رمزي، يا ريت تقعد لنا في بلايصه فيها ريزو. لكن عندهم جو سبيسيال في الـ في الـ في, الـ في الحوت. طبعا اونتر طون بتبيع اللي يحب الحوت بالنسبه لحلق الواد اكثرهم معناها يمشيوا معناها يمشيوا الصبح بكري كسوا بالنسبه لمرشي الحوت، والا يمشيوا للبورت معناها فما ساعات تلقى شكون اللي يبيعوا معناها اوبور معناها من البورت حلق الواد. على كل حال هذه الاجل الاسعار اجواء على مستوى الاسعار خلينا نقولوا بالنسبه للخضر والغلال. ان شاء الله في الايامات القادمه
زميلتي عفيفة باش نحاولوا كيما مشينا الضاحية الشمالية باش نحاولوا نمشيوا ان شاء الله نمشيوا الضاحية الجنوبية شيرة الزهرة وحمنف اسكو الاسوام هي بيدها ولا لا ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يا رمزي. غولاتيفمون الاسوام متفاوته ومتقاربه على الاخر. ميرسي بوكو رمزي. متقاربه على الاخر وان شاء الله في رمضان تتحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي بحذنا شافه باش ناخذوا رايه في الاسوام. سمعت الاسوام رمز خذيت فكره خفيفه على على الاسوام كيفاش تقضي ولا شاف كي تمشي باش تاخذ قضيه الوقت خاطر احنا توا عطانا رمزي استوس قال لنا راهو في المارشي سنترال باغ اكزومبل تمشي في الاخر يكون اقل شويه السوم خاطر ما يساعدوش اللي يبيع يخلي السلعه نتاعو. شوف انتما كيفاش تقضيه هو اللي باش يمشي مخر للمارشي بيان سور باش يخلط على سوم اقل من الكاليتي اللي باش يخلط عليها باش تكون ناقصه شويه خاطر كيما في الحوت مثلا كيما في الخضره كيما حتى في الفريب في لي مارشي وفي الاسواق تخلط بيان سور على السوم ارخص مي الكاليتي تخلط عليها اقل دونك تولي تمشي بكري اول ما يحل المارشي كان حاجتك بيان سور بالكاليتي وحنا الناس كل حاجتنا بالكاليتي وميم طون حاجتنا بسوم يكون مرفق شوي. بالنسبه لاسوام الحوت بريود تطلع بريود تهبط كيما الدينار بون قاروس 17 دينار هو في المعقول هو معقول الاسوام اللي قاعده تدور سورتو توا معقوله شويه بون فما زيادات في بلايس اللي ما همش مراعين الاسوام نتاع مراقبه الاسعار ما همش قاعدين يكونتروليو فيهم هذاك علاش قاعدين يغليو بالكدا دونك الاسوام معقوله وكل سيزون طيب مثلا القاروس في وقته تلقاه رخيص خاطر موجود بدي كونتيتي كبيره برش سينو كي يبدا مش في وقته تلقى اللي مربي والا اللي المكنجل تلقاه تلقى سومو ارخص والا اغلب برش دونك اللي حاجته بالكاليتي لازم يمشي بكري للمارشي واللي حاجته بالسوم ارخص كما قال سامي نمشيو في اخر المارشي رمزي سامحني في اخر المارشي نلقاو الاسوام تحت سؤال اخر شايف في القضيه انتم كيفاش تقضي قد كيفاش تقضيوا معناها وشنو تنصح اللي يسمعوا فينا سورتو مع غلاء الاسعار بالنسبه للنصيحه بالنسبه لغلاء الاسعار كي يبدا سوم البرودوي طايح في البريود هذيك مثلا نقولوا مثلا الحوت الفلاني رخيص على الاخر البريود هذه تاخذ كونتيتي نتاعك بيان سور ماكش اللي باش تطيبها وعندنا لي تكنيك دو كونسيرفاسيون نستعملوهم بالنسبه للحوت وبالنسبه للخضره اللي هما نجمو نشيحوه الحوت كيما نجمو نحطوه في الزيت كيما نعملوا للطن كيف نجمو نكنجلوه نشيحوه بالقدام الماء ونكنجلوه باش تقعد الديوري نتاعو اكثر مده ونخبيه ونستعملوه في الاوقات الكل دونك عندنا لي تكنيك دو كونسيرفاسيون ناخذوا كونتيتي ونكونسيرفيو حتى في الخضره نجمو نعملوها حتى في الخضره كيفاش نجمو كيما يعاولوا جدود قبل الجلبينه والفول وكذا تاخذ الوقت هذاك كي ترخص تاخذ الكميه نتاعك سورتو احنا على بويب رمضان اون جينيرال نخبيو الجلبينه خاطر مش وقتها صحيح. باش نعملوا فايم جلبينه بالعلوش حتى طريف علوش حتى الثوم حتى اللي يعاولوا الثوم واللي يعاولوا الفلفل الهريسه الطماطم نجمو نعاولوها سيشي كيما نجمو نعملوها معجونه ونخليوها كونسيرفي دونك ناخذوا بالكونتيتي ونكونسيرفيو كي يبدا السوم بربي شايف الطماطم كيفاش نخبيوها سورتو اللي المرحيه اللي نستعملوها للبيتزا للمقرونه باهي نجمو نعملوا السوستومات العاديه فما تكنيك اسمها الستيريليزاسيون اللي هي تطيبها في ناخذوا الطماطم نتاعنا نرحيوها نحطوها في مرميت نسخنوها على 100 درجة باش تخرج من الزون روج اللي هي تلم فيها الميكروبات باش نقتلوا الميكروبات اللي فيها تيب في الحاجة المسكرة اللي باش نخبيو فيها باش ما تتحلش خاطر كي تتحل تنقص الديلي نتاعها نسكروها مليح بعد ما تغلي في ماء 100 دوغري ونخبيوها في الكونجيلاتور مخبين صوص طوماط سينو نجمو نحيو لها الشحمة نتاعها نخليو الجلدة البرانية ذيك جوست نحيو القلوب ونشيحوها نحطو فوقها الماء ونشيحوها بالشمس تتحط كيف في حكوك وتتخبى نجمو حتى نجبدوها نرحيوها نعملو منها صوص طوماط سؤال اخر وصلني توا قالوا لك شيف
توا نشوفوا في الطماط سوغيز موجوده في لي مارشي في الاسواق. شنو الحاجات اللي نجم يجيو بها بخلف السلطه ولا كونت تاكل كيكه سورتو صغار يحبوها؟ صحيت كي الطماط سوغيز ديجا من اسمها تشبه للسوغيز، النجم ناكلوها حتى كيما كيما الغله العاديه، سينو النجم نستعملوها كيما كيما الطماطم العاديه في الصوص طوماط، نجم نعملوا بها صوص طوماط للبيتزا والا للمقرونه والا للي نحبوا نحنا، كيف كيف نجم نكونسيرفيوها زادا كيما الطوماط العاديه كسوا شايحه والا صوص طوماط نخبيوها. دونك حتى شايحه محليها، شايحه جربتها محليها محليها والشايحه تنجم تزيدها تنفخها شويه في الماء باش يرجع الماء نتاعها هذاك وترحيها تتعمل صوص طوماط عاديه معناها من الطوماط سيشي. هي اليسر ولا. يعطيك الصحة يا شيف، عايشك على لي زاستوس هذوما الكل عايش. وعلى البنة دي الكل اليوم الخفيف نظيف ساهل ماهل على الاخر سورتو الكريم برولي ما ذقنيش له. يعطيك صحة شيف فراس صادقي، ان شاء الله تلقاوها معنا كلها الخميس ان شاء الله. نشكرك برشا شيف، مازلنا نقيت نتاع الاخبار، قبل الاخبار نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين.